شو عم تحكي انت؟ الشركة والعروس مع بعض؟ كيف لكن؟ دفعة وحدة. والله ما صارت لحدا، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك في عمرك، عبالك يا رب. العرس ايمتى؟ بعد بكرة ان شاء الله. شو السرعة؟ مثل ما عم قلك، وإذا بدك الشركة بدنا بنعملها بكرة. لا 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 لا، عم تمزح. لا مش عم نمزح، بكرة بدنا نوقع العقودة. يا رب، والله العظيم فرحت من كل قلبي، إن شاء الله ألف مبروك مرة تانية. وأول مطرب بدنا نعمل معه عقد بده يكون أنت. لك دخيك ربك، لك جعبالي بوسك لو ما عم بتسوق. هذا عشمي أنا. والله بدنا نعمل أغاني وكليبات روعة. يا رب يا رب. أنا فرحان مكيف، لأنه كل أحلامي اتحققت بيوم واحد. معناها لازم تذبح لك خروف. بدنا نذبح أبو دزيني.